ما هو مرض سرطان؟ الجواب انقسام لا إرادي في خلايا الجسم بدون توقف. كم يبلغ عدد الخلايا في العين الخاصة برؤية الأسود والأبيض؟ مئة وثلاثون مليون خلية. ما العضو الذي يستحيل بقاؤه مفتوحاً عند العطس؟ الجواب هو العينان. في أي شهر يبدأ الطفل في سماع صوت أعضاء أمه؟ الجواب بعد ستة أشهر من تاريخ الولادة. كيف يخرج الجنين مخلفاته وهو في بطن أمه؟ الجواب عن طريق الحبل السري.